بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية سنة أولى إعدادي، نستأنف مع الصفحة رقم 62. إذا عندنا لونغ إي كومونيكاسيون، إذا اللغة والتواصل، أوبجيكتيف إذا أهداف. إذا من ضمن أهداف هذه الفقرة كما نلاحظ سيتوي أن إيفينمون أون أكسيون دون أن باسي ديتيرميني أو أنديتيرميني. إذا سيتوي المقصود به أنك تموقع أن إيفينمون، المقصود به حدثا. ما معنى هذا؟ المقصود به بأنك تقول بأن هذا الحدث توقع في التاريخ أو توقع في هذا الحدث الآخر مثلا. إذا نتكلم عن سيتوي أن إيفينمون، يعني أنك تموقع حدثا، المقصود بأنك تقول متى حدث هذا الحدث. إذا سيتوي أن إيفينمون يعني أنك تموقع حدثا، المقصود أنك تقول متى وقع. ثم عندنا اون اكسيون، المقصود بهما سيتوي اون اكسيون، يعني انك تموقع فعلا. هنا علينا ان نفرق بين الفعل المكتوب والفعل الذي يحدث على الارض. مثلا اذا كان هناك شخص ضرب شخص اخر، فهذا الفعل الذي قام به هو الذي نسميه اون اكسيون. اذا كتبت انا فلان ضرب فلان، فضرب التي كتبتها هذا سلو فيرب ماشي لاكسيون، هذا لو فيرب اللي تعبر عن لاكسيون اللي حدثت. اذا هناك الفعل الذي يحدث وهناك الفعل الذي نكتب. طبعا الفعل الذي يحدث هو الذي نتحدث عنه هنا. اذا سيتوي اون اكسيون المقصود به انك تقول متى حدث هذا الفعل. اذا كان هناك شخص ما قام بفعل ما، اذا تقول متى حدث. إذن هذا هو المقصود بسيتوي إن أكسيون. إذن عندنا هنا سيتوي أن إيفينمون إن أكسيون، المقصود بأنك تموقع حدثا أو تموقع فعلا حدث على الأرض دون زان باسي ديتيرميني، يعني في ماضي محدد. ما معنى ماضي محدد؟ يعني هذا الماضي تيكون معروف، تيكون معروف أش من سنة، يكون معروفا بحدث أو يكون معروفا بتحديد تاريخه. أو أن ديتيرميني أو أنه غير محدد. ممكن أننا نتكلم عن حدث، عن فعل حدث، لكننا لا نتذكر، لكننا لا نتذكر متى حدث. إذا نقول بأنه حدث قديما أو حدث في الماضي. إذا هنا نتكلم عن أن باسي أن ديتيرميني، وهو عكس لو باسي ديتيرميني. لو باسي ديتيرميني المقصود به أننا نحدد هذا الماضي، نقول عن أي ماضي نتكلم. ثم من ضمن لي زوبجيكتيف، يعني من ضمن الأهداف الخاصة بهذه الفقرة، أمبلوي لي مويان سيرفو أسيتوي لي زيفينمون دون زان باسي ديتيرميني أو أن ديتيرميني. يعني المقصود أمبلوي لي مويان يعني أننا نستعمل الوسائل والأدوات. أمبلوي لي مويان يعني استعمال الوسائل والأدوات. سيرفون عندنا لو فيغ سيرفيغ، إذا سيرفون التي تصلح لي، أسيتوي تصلح لموقعة، يعني هي اللي تتمكننا باش نبينوا بأن هذا الحدث أو هذا الفعل راه وقع في هذا الماضي كذا وكذا. إذا سيرفون أسيتوي لي زيفينمون دون زان باسي ديتيرميني أو أن ديتيرميني. إذا غنستعملوا الأدوات وغنشوفوا بعض هذه الأدوات طبعا، لي زيفينمون دون زان باسي ديتيرميني أو أن ديتيرميني. إذا نتكلم عن استعمال أدوات صالحة كما نقول، أو تمكن من سيرفون، سيرفون كما قلنا سالو فيرب سيرفير يعني يصلح لي. إذا سيرفون أسيتوي، إذا صالحة كما نقول لموقعة أو لتحديد لي زيفينمون دون زان باسي، إذا لتحديد هاد الأحداث في الماضي ديتيرميني المحدد الذي يكون معروف، أو أن ديتيرميني أو الغير محدد المقصود الماضي الغير محدد، يعني الماضي الغير معروف. إذا أولا سيتوي أن إيفينمون أون أكسيون دون لو باسي، إذا موقعة حدث موقعة فعل في الماضي. إذا أولا قبل أن نرى هذا النص أفون دو باسي أسيبتي فخاز، نو غوبخونو أن نوفو لا باج 22 مولاي إدريس بخوميي أون بوزون لا كيستيون سو ريسي سو باستيل دون لو باسي le présent ou le futur. Ce récit se passe-t-il dans le passé
le présent, le futur. En revenant à la page 22, Moulay Idriss Ier, alors on pose la question, ce récit se passe-t-il dans le passé, le présent ou le futur ? إذن بالعودة لهذا النص الموجود بالصفحة رقم 22 مولاي إدريس بخومي مولاي إدريس أول إذن سوغيسي إذن هاد القصة سوباستيل دون لباسي إذن هاد الرواية سوغيسي هاد الرواية سوباستيل دون لباسي حدثت في الماضي لو بخيزون حدثت في الحاضر أو لو فيتير أو أنها ستحدث في المستقبل طبعا سوغيسي C'est passé dans le passé. Comment le savez-vous? كيف عرفتموه? كيف عرفتم بأن هاد الرواية حدثت في الماضي? Comment savez-vous que ce récit s'est passé dans le passé? Comme exemple, on peut répondre Je le sais parce qu'il raconte des événements passés et qu'il est écrit au passé simple. Je le sais parce qu'il raconte des événements passés et qu'il est écrit au passé simple. Ce récit se passe dans le passé. Je le sais parce qu'il raconte des événements passés et qu'il est écrit au passé simple. إذن أنا عرفته لأنه يحكي أحداثا ماضية. Parce qu'il raconte des événements passés. لأنه يحكي أحداثا ماضية. Et qu'il est écrit. وبأنه مكتوب. طبعا نتكلم عن الرواية. نتكلم عن الرواية. Et qu'il est écrit au passé simple. Et qu'il est écrit au passé simple. Ce récit-là est écrit au passé simple. Comme exemple, on a « Il parvint, il gagna, il prêcha, il mourut. »« Il parvint, il gagna, il prêcha, il mourut. » On sait que ce récit se passe dans le passé parce qu'il raconte des événements passés et qu'il est écrit au passé simple. Comme exemple, « Il parvint, il gagna, il prêcha, il mourut. » إذن كما نلاحظ بأن الرواية هي في الماضي ثم أن الأفعال المستعملة في هذه الرواية أنها صرفت في لو باسي سامبل إذن هذا النص هو يعود للماضي pour l'instant nous revenons à ces petites phrases en 1673 le grand sultan Alaouit Moulay Ismail procède à la restauration et à l'organisation de la ville d'Oujda Le grand sultan Alaouit Moulay Ismail procède à la restauration et à l'organisation de la ville d'Oujda. En 1673, le grand sultan Alaouit, yani al-Sultan al-Kabir al-Alaoui, Moulay Ismail, procède. Procède, c'est le verbe procéder. Procéder le maqsoud bi, annahu bashara bada'a bi ila akhiri, à la restauration. Tab'an la restauration maqsoud biha, huwa al-islah هو التجديد إلى آخره. إذن لا ريستوراسيون مقصود بها الإصلاح والتجديد إلى آخره. ومنها فعل ريستوري. ريستوري المقصود به أنك تجدد وتصلح إلى آخره. إذن مولاي إسماعيل بروسيد على ريستوراسيون. يعني أنه باشر إصلاح أو باشر تجديد إي لورغانيزاسيون وتنظيم. طبعا ومنها فعل أورغانيزي. أورغانيزي المقصود به نظم. En 1673, le grand sultan Alaouit, Moulay Ismail, procède à la restauration et à l'organisation de la ville d'Oujda. Idem, fait 1673, le grand sultan Alaouit, yani al-Sultan al-Kabir al-Alaoui Moulay Ismail, procède à la restauration. Idem, huwa bada'a bi, ou bashara, à la restauration. La restauration maqsoud biha, al-tajdid, ou al-islah, ou mina fi al-restauration maqsoud bi, أنك تجدد أنك تصلح بدأ أيضا بتنظيم إذن هو بدأ بإصلاح وتجديد ثم وتنظيم ومن فعل أورغانيزي المقصود به نظم إذن هو بدأ بتجديد وإصلاح ثم وتنظيم دو لا فيل دوجدا إي ألورغانيزاسيون دو لا فيل دوجدا وأيضا بدأ بتنظيم مدينة وجدة إذن كما نلاحظ أن الحادث وقع في هذا التاريخ إذن وكأننا رسمنا خطا زمنيا في أذهاننا وكأننا نرسم هنا خطا زمنيا في أذهاننا الذي نسميه الزمن ثم نضع عليه الحدث في المكان الذي يليق به إذن وكأننا نموقع
هذا الحدث على هذا الخط الزمني. إذن هذا هو المقصود بالسيتوي ان ايفينمون. هنا طبعا اننا موقعنا حدث اصلاح وتجديد ثم تنظيم مدينة وجدة، اننا موقعناه في 1673. On a situé l'événement de la restauration et de l'organisation, bien sûr, de la ville d'Oujda, effectuée par le grand sultan Alaoued Moulay Ismail. On l'a situé en 1673. نحن موقعنا حدث تجديد مدينة وجدة ثم تنظيمها. نحن موقعناه في 1673. Nous passons à la deuxième phrase. Aïcha aimait lors de la marche verte. Aïcha aimait lors de la marche verte. يعني أن عائشة ازدادت لحظة كما لو نقول المسيرة الخضراء. إذن طبعا نحن نعلم متى كانت المسيرة الخضراء، وبالتالي سنعلم متى كانت ولادة عائشة. إذن عائشة أني lors de la marche verte. Alors concernant la première partie de ces phrases, on pose la question suivante: en quelle année ont eu lieu les événements rapportés dans les deux premières phrases? En prenant la première partie de ces phrases, la première partie A, on pose la question suivante: en quelle année ont eu lieu les événements rapportés dans les deux premières phrases? En quelle année ont eu lieu les événements rapportés dans les deux premières phrases? طبعا ناخذ الجزء الاول اللي هو A. طبعا في جملتين كما نلاحظ. اذا نطرح السؤال: en quelle année ont eu lieu les événements rapportés dans les deux premières phrases? إذن في أي سنة كانت الأحداث طبعا الواردة رابورت الواردة dans les deux premières phrases الواردة في الجملتين الأوليتين؟ طبعا نتكلم عن la première phrase. En 1673 le grand sultan Alaouit Moulay Ismail procède à la restauration et à l'organisation de la ville d'Oujda. إذن c'est la première phrase. La deuxième phrase: Aïcha aînée lors de la marche verte. Aïcha est née lors de la marche verte. À propos de ces deux phrases, en quelle année ont eu lieu les événements rapportés dans les deux premières phrases? إذن في أي سنة كانت الأحداث الواردة في هذه الجملتين؟ Les événements rapportés dans les deux premières phrases ont eu lieu en 1673 et pendant la marche verte 1975. Les événements rapportés dans les deux premières phrases ont eu lieu en 1673 et pendant la marche verte 1975. إذن هذا هو التاريخ الذي كانت فيه هذه الأحداث. إذن كما نلاحظ فنحن نوقع هذه الأحداث على هذه التواريخ. إذن هذا هو المقصود بهذا التموقع أو موقعة الأحداث. Qu'est-ce qui permet de situer la date de naissance de Aïcha? Qu'est-ce qui permet? Ma l'adhi ou makkin? Qu'est-ce qui permet de situer la date de naissance de Aïcha? Qu'est-ce qui permet de situer la date de naissance de Aïcha? Idem, ma l'adhi ou makkin min mawqa'at de situer la date de naissance? Ma l'adhi ou makkin min mawqa'at min tahdid al-tarikh de naissance? Taba natakallam ala verbe naître, fi'l, izdada ou ulida, de Aïcha. إذن لا دات دو نيسونس دو عائشة. إذن ما الذي يمكن من موقعة تاريخ ولادة عائشة؟ كيسك بيرمي دو سيتوي لا دات دو نيسونس دو عائشة؟ الجواب طبيعة الحال سيكون سي لانديكاسيون دوني لا مارش فيرت. إلي دونك ني أون 1975. أو نقول سو كي بيرمي دو سيتوي لا دات دو نيسونس دو عائشة سي لانديكاسيون دوني. إذن الذي يمكن من موقعة تاريخ ولادة عائشة سي لانديكاسيون دوني، هو الإشارة المعطاة لا مارش فيرت، هو الإشارة المعطاة لا مارش فيرت المسيرة الخضراء. إلي دونك ني أون 1975. مادام أنها ولدت في تاريخ حدث المسيرة الخضراء، إذا نحن نعرف بأن المسيرة الخضراء كانت في 1975، وبالتالي إي دونك ني أون 1975، وبالتالي فهي ولدت في هذا التاريخ. وبالتالي فهي ولدت في 1975. إذا نحن نموقع الآن حدث ولادة عائشة في التاريخ في الزمن. نو باسون لا دوزيام بارتي دو سي فراز، لا بارتي بي
La première phrase, il y a bien des siècles, le sultan de Constantinople s'en alla faire une excursion. Il y a bien des siècles, le sultan de Constantinople s'en alla faire une excursion. Il y a bien des siècles, كانت عدة قرون, le sultan de Constantinople, sultan al-Constantinia, s'en alla faire, يعني أنه ذهب ليفعل ماذا؟ Une excursion. ذهب ليفعل نزع. طبعا كما نلاحظ بأن الحدث هنا غير محدد. يعني أننا لا نعرف تاريخه بالضبط. Il y a bien des siècles. كانت هناك عدة قرون مضت. Le sultan de Constantinople s'en alla faire une excursion. كانت عدة قرون مضت. سلطان القسطنطينية ذهب ليفعل نزهة. المقصود أنه ذهب ليتنزه. La deuxième phrase, j'ai dit المقصود بها autrefois, dans un certain endroit, vivaient deux marchands. J'ai dit المقصود بها قديما, autrefois, ou bien dans le passé, يعني في الماضي, dans un certain endroit. في مكان ما, vivaient, كان يعيش, deux marchands, كان يعيش, تاجران. طبعا القصة لابد أنها تستكمل. إذا نأخذ مثلا هذه الجملة. طبعا إذا كانت هناك جملة بهذا الشكل, تحكي مثلا قصة معينة, هل من خلال هذا التقديم سنعرف مكان هاد التاجرين أو زمنهما؟ طبعا لن نعرف لا مكانهما ولا زمنهما. ما نعرف أنهما كانا يعيشان في الماضي في مكان ما, يعني أنهما كانا يجتمعان ويعيشان في مكان ما في الماضي. هذا الذي سنستخلصه من هذه الجملة. À propos de ces deux dernières phrases, nous posons les questions suivantes. Quelles sont les indications de temps utilisées dans les deux phrases? À propos de ces deux dernières phrases, nous posons les questions suivantes. إذا فيما يخص الجملتين الأخيرتين نطرح الأسئلة التالية. Quels sont les indicateurs de temps utilisés dans les deux phrases? ما هي الإشارات الزمنية كما نقول utilisées المستعملة dans les deux phrases, المستعملة في الجملتين. Quels sont les indicateurs de temps utilisés dans les deux phrases? ما هي الإشارات الزمنية المستعملة في هاد الجملتين؟ إذا الجواب سيكون les indicateurs de temps des deux phrases sont il y a bien des siècles. كان هناك كما نقول عدة قرون. إذا منذ قرون عديدة il y a bien des siècles. منذ قرون عديدة le sultan de Constantinople, إذا السلطان القسطنطينية طبعا الموجود الآن بتركيا, صنع لا فير اون اكسكورسيون, يعني أنه ذهب ليفعل نزهة. إذا طبعا كما نلاحظ منذ قرون عديدة لا نعرف متى بالضبط, ولكن مهما كان فهاد العبارة تدل على الماضي, يعني هي التي تشير لزمن, كأن تحدد لنا هذا الحدث متى كان. في الجملتين السابقتين رأينا مثلا les indicateurs de temps, مثلا 1673 et 1975. إذا عندنا هاد لي دو indicateurs de temps. إذا هادو واضحين, تنعرفوا التاريخ بالضبط. ممكن أننا نضيف الشهر, ممكن أننا نضيف اليوم إلى آخره, إذا لنحدد هاد الحدث أو الفعل. لكن في الجملتين الأخيرتين il y a bien des siècles, يعني منذ قرون عديدة. ثم عندنا جادي يعني قديما أو في الماضي, لا نعرف بالضبط, ولكن مهما يكون فهذه العبارات تدل على موقعة الحدث, يعني أن تقول لنا بأن هذا الحدث ليس في الحاضر وليس في المستقبل ولكنه في الماضي. بل أكثر من هذا, أنها لا تقول لنا بأنه في القرن الماضي بل منذ قرون عديدة. إذن هناك بعض التحديد إن صح التعبير. Pour la quatrième question, nous permet-il d'identifier le moment exact des événements? إذن هذا الذي نتحدث عنه. Nous permet-il, هل هي تمكننا, هل هاد les indicateurs de temps, هل هاد مؤشرات الزمن أو محددات الزمن, هل هي تمكننا, nous permet-il, هل تمكننا d'identifier, من تحديد le moment, يعني اللحظة, exact, بالضبط, des événements, يعني للأحداث. طبعا كما قلنا بأنها لا تمكننا من هذا, ليست كما في الجملتين السابقتين الأوليتين. إذن فهي تحدد لنا هذا الحدث لكنها لا تحدده لنا يعني بالضبط.
nous permet-il d'identifier le moment exact des événements? Et donc, taban, le jawab sayakoun, non, ces deux indicateurs ne permettent pas d'identifier avec précision ces événements. Non, ces deux indicateurs ne permettent pas d'identifier avec précision ces événements. يعني لا هذه المحددات أو هذه المؤشرات ما permet pas. يعني أن لا تمكن d'identifier من تحديد avec précision. يعني مع الوضوح المقصود بالضبط. Ces événements. هذه الأحداث. إذا نستكمل في الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.